السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ يا رب تكونوا بافضل حال. نزلت النهاردة جبت شوية حاجات من السوبر ماركت، حبيت ان انا اشارككم معايا واعرفكم الاسعار. انا اصحابي المفروض كنت اجيب الحاجات ديت اول الشهر، لكن حصلت ظروف فعشان كده اتأخرت. بس انا جبت شوية حاجات همشي بيها نفسي لحد اخر الشهر، وبعد كده اكمل بقى اجيب ان شاء الله الحاجات اللي ايه ناقصاني اول الشهر. لازم نشوف ايه المهم يا بنات ونبعد عن الكماليات، يعني في مهم وفي الاهم، وده اللي لازم كلنا نعمله خصوصا في المرحلة دي. الهدف من الفيديو ده ان انا اعرفكم الاسعار والعروض في اكازيون، وبرضو ما ننساش كل شهر في عروض، يعني نجيب اللي نحتاجه فقط لا غير. اول حاجة يا بنات هوريكم العروض بتاعة اكازيون. دي العروض بتاعة الشهر ده، او كل يوم ثلاث بيغيروا العروض. هاي يا بنات، دي المجلة كان في عرض للرز، هاي يا بنات، وعرض الجبنة ده برضو كويس. ماشي، طيب هنبتدي بايه؟ شوف بس حسب الفاتورة. انا جبت جبنة فيتا بالزيتون كيلو ب24 جنيه 95 قرش. دي انا بعتمد يا بنات على الجبنة دي لان جوزي بياخد معاه الشغل، والسندوتشات برضو بتاعت الاولاد، عشان كده جبت اتنين، وجبت ديت عشان ملحها خفيف. يبقى ديت دي ب24 جنيه اللي بالزيتون 95 قرش، وديت ب25 جنيه 45 قرش. وجبت المشروب ده يا بنات، ده نعناع ب6.5، ده من اكازيون. وجبت 2 اندومي، انا مش بجيبه على طول بس عشان ابني، ده الواحد ب2.35. جبت 2 لـ4، الاتنين ب74 قرش. جبت تلو دقيقة اهو، ده انا جربته قبل كده الربيع ده اهو، ده عامل 6 جنيه 95 قرش، يعني 7 جنيه. وجبت البسكوتة دي بار بالشوفان، ده شكلها جبت واحدة بس ب4 جنيه، ب4 جنيه 95 قرش، لا ب4 جنيه بس. وجبت الأطيب برغل وجبت منه برضو الفريك، الواحد عامل 6.5. بس ده جميل يا بنات، مفهوش اي حاجة، يعني ما بيحتاجش ان انت تنقيه. وجبت ملح نور، ده انا جربته قبل كده بالملاحة بتاعته، ده ب4.5، جميل جدا يا بنات. وجبت 2 سانشاين، دي الواحدة عاملة 12 وربع. وطبعا ابني طبعا عشان كان معايا فجبت له شوية حاجات، جبت له ده من كل حاجة قطعة واحدة، وملكه اهو عشان هو جنب عمال يقول لي وريهم الحاجات. وجبت دي يا بنات، بصوا ده انا جربتها جميله احسن من نوتيلا، ده دي كانت ب18 جنيه، وزنها شوف وزنها كده، وزنها 200 جرام، بس جميله. بالبندق برضو جبت بقى برسيل، ده مش برسيل، ده برسيل جل يعني غالي شويه، فجبت ده تبع شركه ماي واي، برضو حلو، جبته ب19 جنيه، جبته من بتوع جملة، بيبقوا أقل طبعا من الكتاب. جبت برضو من الكازون ده ب19 جنيه، 500 جرام، ده جبته ده اللي بقول لكم عليه يا بنات، اللي هو ايه مش الحبة الكاملة، بس انا جبته عشان ابن الصغير بعمله له، بيبقى جميل، احنا اعتمدنا عليه اساسا، ده اسمه. وجبت طبعا ازازة خل 6.5 مكتوب عليها،
في حاجات انا جبتها من الكازون، في حاجات جبتها من ايه، بسكوت ده يا بنات، البنات اللي بتعمل دايت حلو، ده من شركة شمعدان اهو، شفتوا الباديش بتاعها اهو، ثاني اهو، ده حوالي 4.5، لا ده 4 جنيه. وجبت علبة الكيكة دي، كيك بالفانيليا، ده ب10 جنيه، برضو من بتوع الجملة. جبت العسل ده عشان ابني وعشاني، برضو بناخده الصبح، ده كان ب45 جنيه. ايه تاني؟ جبت كمان يا بنات السمبوسة دي، دي كانت عاملة 12.5 جنيه، كان وزنها كام؟ كان مكتوب وزنها، معرفش يا بنات، بس مش لاقية الوزن. بس ده شكلها بس كويس، السلام، طبعا شركة السلام كويس. وده الجلاش ده، ده كان بكام؟ كان ب5 جنيه، ده كويس برضه يا بنات، جربته كويس. وجبت البامبرز ده يا بنات، مفتكس ده اني فتحه اهو، ده الجديد، ده عامل 127 في العرض، بس جميل. وجبت اللهلوبة دي يا بنات ب10 جنيه، دي جميلة جدا قوي في غسيل المواعين، مكتوب حاجات كتير او غسيل المواعين والعربية والنحاس والألمونيوم، وايه تاني يا ربي، والزجاج، هي كويسه بتدي رغوه جميله اهو، بحط معلقه بس على لتر، بتبقى كويسه وبتعمل السجاد برضو كويس، والبلاط بتبقى جميله يعني، متعدده الاغراض. وبكده يا بنات اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب تكون استفدتوا منه واستفدتوا من الاسعار. ولازم طبعا لو الظروف زنقت معانا شويه لازم نجيب المهم، والحمد لله على كل حال. يا رب تكونوا استفدتوا بالاسعار، واتمنى ان انا اكون خفيفه على قلبكم. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلوك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.